ثلاثة أربعة صحيح. صافي بدأت. من حنف محطة إخوان قلب العاصمة الأوروبية بروكسل، تحتفل بهذا البطلين من مدينة إخوان، من قلب مدينة إخوان كذلك، من حومة التوتة، حومة التوتة معروفة عليها، قريبة جدا من ملعب سامي كرمان التاريخي. نحتفل بهذا البطلين السي سفيان، أهلا وسهلا بك. صور التليفون ديالك واحد الصويره وصيفطها. ولكن هو كان تصني في الجوله الثانيه وعليا صاحبي قال علاش لا زعما طلب مني المعطينا ديالي ريفونش يعني ثقه نقولو قلنا له واخا وعجبت معاه هو دابا الجمهور سي سفيان الحموشي جمهور اللي كان بكاس بلاجي بإكسل جمهور مغربي كبير واش عرفتي بالجماهير المغربية وراء سفيان وراء الأمن؟ كانك مدينة من المدن المغربية فوالا حتى حنايا في المغرب الحمد لله وشرفتي بالوطنية المغربية وقلب العاصمة بإكسل طبعا شنو الكلمة ديال الأخيرة للجماعة المغربية يعيشوا بها ويشوفوا هذا الفيديو؟ شكرا وحنايا كنحاولوا نكونوا زعيم كونوا الناس يكونوا فخورين بينا طبعا الصورة تفكلو كتفو وقال خصو فرونش معايا وهاد المرة خسر كلا واحدة نعاس شنو تقول السي الحموشي للأبناء ديال المغرب وخاصة حومة التوتة اللي هي معروفة قرب التاريخي اللي هو سامي كرمان شنو تقول من قلب العاصمة بروكسل لجميع المغاربة في هذا المغرب؟ تحية المغرب الصحراء المغربية المغاربة الصحراء المغربية